حضرة ممثل دولة رئيس الحكومة معالي وزير الاتصالات الأستاذ جمال الجراح، حضرة ممثل وزير الشباب والرياضة الأستاذ علي فواز، معالي الوزراء سعادة النواب، حضرة ممثلي القادة الأمنيين والعسكريين، أيها الحضور الكريم، كل أربع سنوات يطل المونديال كأس العالم لكرة القدم، كأس يتعملق ليتنافس على الفوز به لاعبون من القارات كافة، به تنشغل المحافل للفوز باستضافته قبل إعداد الفرق، ومعه يتحول العالم بأنظاره إلى شاشات تراقب سير الكرة بين اللاعبين، ترفع الأعلام وتقام الاحتفالات ليصبح الكأس شريكاً جامعاً في مجتمعاتنا، متجاوزاً التفاوت والتمايز، مكرساً فكرة الفرح بالفوز وقبول الخسارة. ولبنان نقطة الوصل بين الشرق والغرب، يعد واحداً من الدول المأخوذة بالكامل لمتابعة المونديال، وقد حظي هذا العام بمتابعة مأمولة لجميع مواطنيه للحدث عبر شاشة تلفزيون لبنان الرسمي، من خلال التعاون الذي كرسه اتفاق رعاه فخامة رئيس الجمهورية وأرسى أسسه دولة رئيس مجلس الوزراء بجهود أعضاء اللجنة الوزارية. فورد الاتفاق الذي كان بمثابة بشرى للبنانيين بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليه في الساعات المقبلة كما هو مأمول. بين الحكومة اللبنانية وشركة سما الوكيل الحصري لقنوات بي أن في لبنان الذي تستقبله روسيا في 14 من الشهر الجاري، ونحن نلتقي اليوم في رحاب الشهر المبارك، شهر التسامح، ضمن أطر احترام الآخر وتقبله والتزام الأنظمة والقوانين التي تعطي لكل واحد منا مساحة حرية لا يحدها إلا حدود حرية الآخر. وقد كان لبنان رائداً بتكريس هذا الحق بين نظرائه من الدول في المنطقة بتوقيعه معاهدة حقوق الملكية الفكرية، ولا يفوت مناسبة لإبداء الحرص على تنفيذها. احتفال اليوم حرصت فيه شركة سما بالتعاون مع شركة بي أن ميديا جروب على إطلاق حملتها للتوعية على أهمية حماية الملكية الفكرية للقنوات التلفزيونية في لبنان تحت عنوان المبادرة الوطنية للحد من قرصنة القنوات التلفزيونية. بوابة أمل كانت الدوحة يوم اتفق اللبنانيون في رحابها بعد تباين سياسي، وهي اليوم بوابة أمل من نوع آخر بفتح نافذة للبنان على حدث عالمي بأهمية المونديال الذي سيشاهده اللبنانيون عبر شاشة تلفزيون لبنان، بفضل اتفاق بين شركة سما اللبنانية ومجموعة بي أن العالمية. يشاركنا اليوم هذا الحفل عضو مجلس إدارة بي أن المدير التنفيذي للشؤون المالية في الشركة الأستاذ طارق زينال. أستاذ طارق تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس الجمهورية ممثلا عن معالي وزير الإعلام ملحم الرياشي، دولة رئيس مجلس الوزراء ممثلا بمعالي وزير الاتصالات جمال الجراح، السادة الوزراء والنواب، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية ونيابة عن سعادة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي السيد ناصر بن غانم الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة بين الإعلامية، نتمنى لكم إفطارا هنيئا، وتقبل الله طاعاتكم وطاعاتنا، وجمعنا دائما في بلدنا العزيز لبنان، وهو بأفضل الأحوال دائما بإذن الله تعالى. عملت بي إن خلال الفترة السابقة جاهدة على تقديم أفضل المحتوى التلفزيوني والخدمات وتكنولوجيا المشاهدة، وآخرها تقنية 4K للمشاهد اللبناني العزيز، وذلك عن طريق زيادة حجم المحتوى التلفزيوني
لباقاته وتنويعه، حيث باتت بي إن اليوم تطرح للمشاهد العزيز باقات تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة ولكافة الأعمار وبتكلفة تعتبر تنافسية عالمياً. وضمن هذا الإطار تأتي شراكتنا مع شركة سما لنكون أقرب للمشاهد العزيز ونكون قادرين على تقديم الأفضل له. إن حجم الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها مجموعة بي إن في السنوات الأخيرة هو دليل على اهتمامها ونيتها للاستمرار وحفاظها على مرتبتها الرائدة التي تحتلها حالياً. ومع هذا تواجه الشركات العاملة في هذا المجال بما فيها بي إن عقبات تعرقل سير عملها وتضر بذات الوقت بمصلحة المشاهد وتفسد عليه وعلى عائلته متعة المشاهدة. ومن هذه العقبات هو موضوع القرصنة التلفزيوني بمعناه الواسع. إن قضية القرصنة ليست بقضية جديدة، ولكن التعامل معها يتطلب وضع فكر واستراتيجية جديدة مبنية على أساس تضافر جهود مختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في هذا المجال حتى نتمكن من القضاء على هذه الآفة والتصدي لتلك الجريمة المنظمة. وبهذا الخصوص فإننا نرحب بالجمع الكريم ونشكر لكم جهودكم في مكافحة هذه النشاطات الغير مشروعة، ونؤكد دعمنا بكافة السبل من أجل تحقيق غايتنا النبيلة وخدمة المشاهد اللبناني العزيز، كما نتطلع كذلك لتقوية العلاقات مع التلفزيون اللبناني وبدء صفحة جديدة من العلاقات الأخوية في الفترة القادمة وفي المستقبل القريب إن شاء الله. متمنين لكم مشاهدة ممتعة دائماً على شبكة قنوات بين سبورت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاد الوقت أن يطيح بالمناسبة قبل أن تتبلور صيغة التعاون الناجح بين شركة سما والحكومة اللبنانية من جهة، وبين شركة سما والجانب القطري من جهة أخرى، وفي المسافة الزمنية قبل أن تتكلل الجهود بالنجاح ساعات طويلة من البحث والتواصل ومفاوضات شاقة استدعت رحلات عدة ذهاباً وإياباً بين بيروت وقطر، كان العمل دافعها لفريق شركة سما، لكن الرغبة كانت دافعاً أيضاً بالحرص على يكون لبنان شريكاً في المونديال. عبر إتاحة مشاهدته من قبل اللبنانيين لم يوكل المهمة إلى أدق المتابعين في الشركة فحسب، بل حرص بأن يكون هو شخصياً المتابع الأول والأخير لكل تفصيل من تفاصيل الاتفاق. إنه رئيس مجلس إدارة شركة سما اللبنانية، الوكيل الحصري لشركة بي إن في لبنان، الأستاذ محمد منصور. أستاذ محمد تفضل. مساء الخير. فخامة الرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ممثلاً بمعالي الوزير ملحم رياشي، أهلا وسهلا فيك. سعادة الوزير جراح، ممثلاً من قبل دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، كمان أهلا وسهلا فيك. سعادة ومعالي جميع إخواننا وأحبائنا اللي مشاركينا هيدا الحفل، منحييكم ونتمنى يكون هيدا الحفل الكريم هو بداية لأفق جديدة بيتخللها هيدا الحفل، ونقدر نطلق المبادرة بموضوع مكافحة قرصنة، ونقدر نطلع لقدام لنقدر نخلي صفحة لبنان المرسومة دايماً بدي حبينا اليوم نطلق حملتنا لمكافحة قرصنة القنوات التلفزيونية، لا سيما قنوات بي إن. صحيح لبنان حيدخل النادي
النفطي، نادي الدول النفطية قريباً، بس بيبقى مصدر الثروة الأساس هو الإبداع الفكري والثقافة والفني، ولابد أنه يكون لبنان بطليعة الدول اللي بتحمي حقوق الملكية الفكرية والإنتاج، وخاصة الإنتاج الفني والتلفزيوني. هون بدي أشكر دولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري واللجنة الوزارية الممثلة بالوزير رياشي والوزير جراح والوزير فناش، اللي كانت مجمعة أنه ترفض كل دعوات الكرسنة وتتصرف بكثير من المسؤولية والمحافظة على صورة لبنان تجاه العالم والالتزامات الدولية. كمان بدي أتوجه بالشكر لدولة قطر وللقيمين على مؤسسة بي أن على رأسهم الشيخ ناصر الخليفي والأخ العزيز الشيخ طارق زينال اللي مشرفنا اليوم. نورت شيخ طارق. دكتور محمود السعيد اللي بدي أشكرهم كتير على تفهمهم وضع السوق اللبناني وتسهيل مشاهدة مباريات وبطولة كأس العالم لكرة القدم للبنانيين. بالنهاية اسمحوا لي أشكر فريق شركة سما وكل شخص وكل فرد ساعدنا لنوصل للي وصلنا له، وبدي خص بالشكر محامينا ومحامي الشركة الأستاذ علي المولى على جهوده كمان. ولأنهي كلمتي حقول خليك قانوني واشترك مع سما. ولأن الشباب هم المستقبل وبهم تنمو المجتمعات، فإننا نعول على معالي وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن يحمل أحلامهم في الحكومة العتيدة لوزارة تحمل همومهم وتعطي للرياضة حيزاً يتيح من خلال موازنتها نسج علاقات تتجاوز التشنج في السياسة والملاعب، وتجعل الكرة عامل توحيد لا تحده طوائف ولا مناطق ولا ولاءات، وهو المعروف بانحيازه للعمل الدؤوب الصامت الساعي لإنماء المناطق وإزالة الفوارق وفتح أبواب الأمل أمام شبابنا لمستقبل في بلد يحقق أمالهم. كلمة معالي وزير الشباب والرياضة محمد فنيش يلقيها مستشاره الأستاذ علي فواز. أستاذ علي تفضل. مساء الخير جميعا. فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون ممثلا بمعالي الوزير الأستاذ منحم رياشي، دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري ممثلا بمعالي وزير الاتصالات الأستاذ جمال الجراح، السادة شركتي سما وبي أن ميديا جروب، والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. أنقل إليكم تحيات معالي وزير الشباب والرياضة الحاج محمد فنيش، متمنياً لكم رمضان كريم وفطر سعيد عاده الله على اللبنانيين بالخير والصحة والعافية، ونهنئ اللبنانيين بحل مشكلة متابعة وحضور مونديال روسيا 2018 بكرة القدم، وهو الحدث الكروي الأبرز الذي ينتظره محبو الرياضة والشباب في كل العالم، حتى أصبح المونديال ظاهرة عالمية كل 4 سنوات، وهذا النجاح ما كان ليحصل لولا تضافر جميع الجهود من اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة ومتابعة حثيثة من دولة رئيس الحكومة والتفاهم مع شركتي سما وبي أن،
ما أدى إلى بلورة هذا الاتفاق الذي سيترك أثراً طيباً لدى جميع المواطنين اللبنانيين، وهو بالتأكيد سيكرس حالة جديدة بأن المونديال ليس حكراً على أحد دون الآخر، بل هو حق لجميع المواطنين بالتساوي. لذلك كانت لهذه المبادرة والتي انتهت بالنجاح دوراً إيجابياً على مستوى الصعيد الوطني، وإيماناً منا بأن السعي والتكاتف لتلبية المطالب المحقة للشباب والمواطنين هو من صلب دور وزارة الشباب والرياضة وجميع الوزارات التي ساهمت بهذا النجاح وهذا الاتفاق. عشتم، عاشت الرياضة وعاش لبنان. في زمن العولمة الذي نعيش بات الاتصال خبزنا اليومي، ووزارته أم الوزارات، أما وزيرها فمتعدد المشارب المعرفية، من إدارة الأعمال اختصاصه إلى الاقتصاد المصرفي مجال عمله، إلى وزير كل مواطن على عمله رقيب في قطاع الهاتف والإنترنت الذي يتطلب متابعة حثيثة لضمان ديمومته بعدما بات حاجة تقاس بالثواني وليس بالساعات أو الأيام كحاجتنا للهواء أو تضاهيه. وفي رحاب المونديال له فضل إلى جانب الوزيرين المختصين بنجاح الجهود التي توجت باتفاق نقل المونديال عبر الشاشة الرسمية، وهو حدث يطوق اللبنانيون لمشاهدته بكافة فئاتهم ليشهدوا هذا الحدث الكوني. إنه ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، وزير الاتصالات الأستاذ جمال جراح. مع الوزير تفضل. مساء الخير. بالتأكيد كلنا بنعرف مدى حرص اللبنانيين على مشاهدة مباراة المونديال، اللي بيعتبروه أنه حدث أساسي وحدث تاريخي، والحكومة اللبنانية طبعاً تعرف هذه المشاعر وهذه الرغبات لدى اللبنانيين اللي بيحبوا يشوفوا المونديال ببلدهم وبتلفزيونهم الوطني وعلى كافة الوسائل من كابل وغير من الوسائل لحتى يتمتعوا بمشاهدة هذا الحدث. بالتأكيد مجلس الوزراء كلف لجنة وزارية من معالي الوزير فنايش ومعالي الوزير رياشي وأنا، وبتوجيه ومتابعة دائمة من دولة الرئيس سعد الحريري، وبعد جولات من المفاوضات مع شركة سما توصلنا إلى اتفاق بيمكننا أنه بس المونديال لكل اللبنانيين من أول مباراة حتى تسليم الكأس، وبالتالي كل الشعب اللبناني رح يتمتع بحضور هذه المباريات الدولية العالمية اللي عم ينتظرها الجميع. أنا هون بدي استغل المناسبة لأقول أنه الحكومة اللبنانية ورئيسها حريص كل الحرص على عدم القرصنة أو عدم استعمال أي وسائل غير مشروعة للحصول على مشاهدة المونديال، بس في ملحم ما بكفلوا يعني ما بعني. طبعاً الحكومة اللبنانية بعد لقاءاتنا مع دولة الرئيس بحضور مدير عام شركة سما توصلنا لتأكيد هذا الأمر أنه ما في قرصنة، لكن بنفس الوقت في تعاون وتعاون جدي من شركة بي أن وشركة سما، اللي هي لازم تغير اللوجو تبع السما زرقاء يا محمد مش حمراء. فإن شاء الله كل اللبنانيين بيتمتعوا بهالمباريات. هلا في أزرق هونيك. إن شاء الله كل اللبنانيين بجهود اللي قامت فيها اللجنة الوزارية وبجهود دولة الرئيس سعد الحريري
ومساهمته الكبيرة إن كان بموضوع الاتفاق أو الاتصال مع شركة بي أن. الحمد لله توصلنا أنه تلفزيون لبنان التلفزيون الوطني راح ينقل المباريات. شكراً لشركة سما ولشركة بي أن على تعاونهم، وفعلاً كان تعاون كتير إيجابي، ويمكن ضحوا كتير من ما يستحقوا من عوائد معينة لحتى أيضاً يساهموا معنا أنه اللبنانيين يكونوا عند حسن، أو الحكومة اللبنانية تكون عند حسن ظن اللبنانيين. بشكركم وبشكر جميع اللي اشتغلوا، خاصة الزميل ملحم والزميل فنيش ودولة الرئيس سعد الحريري بالتأكيد اللي وصلنا لهالنتيجة. وكل سنة وأنتم سالمين. في عهد شعاره الانحياز للوطن والمواطنين قبل المصالح الضيقة، يستند رئيسه العماد ميشيل عون إلى ركيزة تأثيرية بالانفتاح على الأطراف كافة. نعلق الآمال على مرحلة نهوضية جديدة بعد إنجاز الانتخابات لترسي توافقات داخلية تجسدها حكومة توافقية تحفظ التوازنات وتتيح تجاوز الأزمات لا سيما الاقتصادية منها. دينامي الحركة، واسع المعارف، لا مكان للمستحيل في قاموسه، وهو الذي أتقن بتجاربه المتنوعة فن الممكن تكاد تضيع في وصفه. هو الإعلامي السياسي أم السياسي الإعلامي، هو شخصية حوارية سخر قدراته لانحيازه للحوار والتواصل عبر تحويل الإعلام بوزارته إلى جسر العبور للحوار وأداة للتواصل لا للتقاتل أو التناحر. ربما لم يسعفه الظروف أو الظرف ولا الوقت بتحقيق إنجازات في التلفزيون العام تلفزيون لبنان لأسباب عديدة حالت دون تعيين رئيس مجلس إدارة للتلفزيون، وبقي الملف عالقاً في أدراج مجلس الوزراء على أمل أن ينجز مع قدوم الحكومة العتيدة المنتظرة. لكنه بإتمام الاتفاق المأمول مع شركة سما وعبرها مع شركة بي أن سيتيح للبنانيين عامة مشاهدة مجانية للمونديال عبر شاشة تلفزيون لبنان. ترك في قطاع الإعلام بصمة وطرح إطاراً موحداً للإعلاميين يحمي حقوقهم ويقيهم العوزة في الشيخوخة، وبقي منحازاً لحرية الفكر بصون حقوق ملكيتها. إنه ممثل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون معالي وزير الإعلام مرحم رياشي، فليتفضل. مين مع ألمانيا؟ مين ضد ألمانيا بالقاعة؟ ما في حدا مع ألمانيا معالي الوزير؟ وقفوا لي البس خلص، الغينا أهلا وسهلا فيكم. شكراً لشركة بي إن، شكراً للجنة الوزارية، شكراً لكل الجهود يلي انعملت لأجل أنه اللبنانيين يشاهدوا مباريات كرة القدم العالمية مونديال روسيا 2018. بدي لكم شغلة صغيرة بس أتمنى تسمعوني كتير منيح، حتى منصحون بعضكم ما تقرصنوا، لأنه القرصنة أكبر ضرر لحقوق تأليف والنشر والأدب والفكر والفن وأكيد المونديال. القرصنة هي أكبر عمل سيء ممكن يعمله إنسان بحق خيو الإنسان، من الأيام القراصنة وصولاً لقرصنة القنوات الفضائية أو القنوات المحلية أو سرقة حقوق النشر من أي شخص ومن أي صاحب حق. باسم فخامة رئيس الجمهورية بقلكن القرصنة ممنوعة منعاً باتاً. باسم فخامة الرئيس بدعي الجميع لاحترام حقوق الغير
من أي نوع كانت وإلى أي طرف انتمت، لأنه هالحقوق هي ملك للغير ومنا ملك لحدا غير الملكة. وباسم فخامة رئيس الجمهورية بقول مبروك لكل اللبنانيين ولتلفزيون لبنان، وبتصور يلي منن معنا على الفينال رح يزعلوا كتير. هيدي باسمي أنا مش باسم فخامة الرئيس، بدعيكم لا تنبسطوا بالمونديال يلي معظم الشعب اللبناني بحبه، وكل الموجودين على الأرض اللبنانية رح يشاهدوه مجانا. شكرا لكل المتعاونين معنا، لشركة سما، للبي إن، لمعالي الوزير فناش وجراح، ولدولة الرئيس. وقد ما سمي بتصور اللبنانيين اليوم عندهم يوم فرح، لأنه رح يشاهدوا مجانا، والدولة اللبنانية رح تكون هي القيمة على هالموضوع من كل جوانبه. عشتم، ليحيا لبنان.